عاجل، حادثة تبلى، تتطور القضية وتصل إلى السيد وزير الداخلية ويأمر بفتح تحقيق حول الموضوع. وبعد يوم من الحادث توجه السيد وزير الداخلية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي حول الحادث من أجل فتح التحقيق في الحادث حسب الأوامر الواصلة إليه. فقام السيد عثمان الغانمي وزير الداخلية وبرفقة أبو رغيف في التحقيق بالموضوع مع وكيل وزير الشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محل الحادث في منطقة جبلة شمال محافظة بابل هذا اليوم. وهذه هي الصور كما موضح لكم على حادثة جبلة. تتطور القضية وتصل إلى السيد وزير الداخلية ويأمر بفتح تحقيق حول الموضوع. وبعد يوم من الحادث توجه السيد وزير الداخلية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي حول الحادث من أجل فتح التحقيق في الحادث حسب الأوامر الواصلة إليه. فقام السيد عثمان الغانمي وزير الداخلية وبرفقة أبو رغيف في التحقيق بالموضوع مع وكيل وزير الشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محل الحادث في منطقة جبلة